استراتيجيتنا سهلة، سنركض ونركض ونركض ونلعب ونلعب ونلعب. بهذه الطريقة يمكن أن نكون أفضل من الكاميرون زي ما قال كيروش. كلام كيروش النهاردة كان واضح، نجري كتير ونلعب الكرة بتاعتنا هنقدر نكسب الكاميرون، بعيد بقى عن الظروف والحكام وأي عوامل خارجية. واثقين في رجالتنا، واثقين في أي 11 لاعب، راضيين عنهم تماما ولسه مستنيين الأكتر. نلعب بتركيز بدون توتر، هنوصل ونسجل. لعبنا اللي أقوى من الكاميرون وما قدروش علينا. عايزين صلاح يجري من اليمين ومرموش من الشمال والسولية وباقي الرجالة ما يوقفوش تسديد، ولو على الضربات الثابتة فعبد المنعم موجود، حرفان فتوح وعمر ورجولة الونش ومصطفى وخبرة النني تبقى مؤثرة، وفي الآخر احنا هنا مش هنوقف احتفالات ان شاء الله.